أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كتابة العقد شرط في صحة النكاح؟ لا، ما هي شرط، لكنها توثيق، لكنها توثيق لأجل المستقبل إذا احتيج إليها عند سفر، عند يعني أي أمور تستدعي إثبات الزواج يكون معه وثيقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.